ويتطلعوا فيه على كل النشاطات على البرنامج السيره الذاتيه وكل ما الزملاء الصحفيين. اولا مرحبا بكم وشرفنا نتلاقاو معكم، استفدتونا عليها وجاوبنا وفي الفروم القادمه ان شاء الله. كل ولاية الحمد لله كانت تخفيض من 60,000 إلى 50,000. عملية فيها 11 مترشح، اعتقادي انتم عارفين الاسماء هذه ولا ما تحبش ولا تحبوا تضيفها لكم نضيفوها. الاسماء فيها السيدة علي بن فليس، محمد لامين حجاج، قرين السعيد، بن زعيم رشيد، رؤوف عايب، ملول حي اوس، عبد الحكيم حمادي، طواهري حميد، بكير مسعود، عروج مراد، وعلي بورحلة. هادو المترشحين كلهم استلموا، وحنا مستمرين في العملية. السيد الذي تقدم في هذه الصبيحة ليس له أي دبلوم أو ذي شهادة جامعية، فبالطبيعة احنا لا نستطيع أن نسلم استمارات لشخص لا توفر فيه الشروط. ومعروف أي حزب من حقه أن يترشح، واليوم الصباح خدينا قرار في لجنة في المجلس الوطني للحزب، وقرر الحزب أنه ندخلوا للانتخابات، وجيت باش نترشح، يعني رشحني المجلس الوطني وراح نترشح وندخلوا الانتخابات. وحنا لمسنا وحسينا باش تكون انتخابات نزيهة ونظيفة، ولذا شارك حد ما يلعب معنا وحد ما يلعبنا بالعقول تاعنا ولا جهة ولا. احنا شاركنا في الحراك الشعبي بقوة وسيرناه ومشيناه، لما تحققت النتائج ولا نكونوا معقولين وتوقفنا لمدة الأخيرة. إذا رانا هنا كذلك من أجل تجسيد أو العمل بالمادة 7 المادة 8 اللي ينادي بها الشعب. إذا رانا هنا باش نمارسوا المادة 7، لأن الشعب هو مصدر كل سلطة، ونحن ذاهبون لننوب بإذن الله على الشعب الجزائري بتمثيله في أعلى سلطة للبلد. حقيقة جيت هنايا وكانت عندي تساؤلات كثيرة، خاصة فيما يطرح حاليا في الساحة فيما يخص عملية نزاهة الانتخابات أو عملية كذلك التحضير للانتخابات، خاصة وأن السلطة المستقلة هي سلطة أنشئت حديثا، وهل باستطاعتها أنها تقوم بالأمر هذا؟ تكلمت مع المسؤولين هنايا، الحمد لله حتى الآن كاين تطمينات كثيرة وكبيرة في هذا المجال، خاصة أنه مثلا عملية المصادقة في التوقيعات لم تعد محصورة فقط في البلديات، وإنما تم توسيعتها إلى الموثقين.